بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خرز عبد القادر، مرحبا بكم، تتلقاو من جديد في حلقة جديدة ومباركة واشركم. بعض الناس هاد الايام تكتبوا لي وتيقولوا لي زيدنا حلقة، دير جوج حلقات، دير ثلاثة الحلقات. كما قلت لكم احنا شفتوا شنو دوزنا في رمضان، حلقة في الليلة ماشي سهلة، تنعاود نأكد ماشي سهلة. رحنا كان علينا واحد الضغط كبير، مصالحنا الخاصة ما تنشوفوهاش وصحتنا ما رديناش ليها البال، ولكن على اي حال كان واحد العمل اللي هو كان فيه افاده لينا ولكم. انا قلت يوم تندير حلقه كل اسبوع، حلقه كل سبت. صبروا معنا شويه، كان من بعد غادي يرجعوا باش نديروا جوج حلقات او نديروا ثلاثه الحلقات، غادي يرجعوا ان شاء الله. دابا خدينا واحد الوقت ديال الناقه، ما بغيناش نوقفوا تماما، بغيناش نوقفوا، قلنا حلقه في الاسبوع باش ما نوقفوا شيء. سيرتو دابا الصيف والناس ديال الخارج راه تيدخلوا دابا للمغرب والعائلات تيتجمعوا، خصنا نكونوا معاهم، نكونوا حاضرين معاهم، وغيكون غير خير ان شاء الله. وتنشكركم على اي حال على لي كومونتير ديالكم، وانتم جمهور ديالي، وحنا راه ديما تنتبادلوا الكلام وتنتبادلوا الهضره، وانا ديما جالس معاكم كما قلنا في ديوركم وفي المقاهي فين تجلسوا، وانا ديما حاضر معاكم. انا واحد الشخص ما تنسكيش نفسي، ولكن تنقول انا ماشي هو دوك الناس اللي عندهم قنوات وتيهضروا مع العموم، تيهضروا مع اي واحد تيهضروا. انا تنهضر مع واحد الناس نحسبهم والله العظيم، الله شهد عليها عائلتي، تنهضر معاه تنشوف كيفاش تيتفاعلوا معي الناس في الشارع العام، كيفاش تكتبوا لي، وليت حاسبكم ناس، وليت نعرفكم كما تتعرفوني. والله العظيم تحسباتي تنعرفكم كما تتعرفوني، كل واحد يسلم عليا في الطريق تيجيني بحال تنعرفو، انكم نتوما ديالي وانا ديالكم، وانتوما اللي طلعتوني. هادشي تنقولوا ديما، ورمت تهضر معاكم، تهضر مع عائلتي، مع اولادي، مع اصحابي، مع اخواني، مع متقاعدين كانوا معايا، هكا تنهضر معاكم انايا، وتنقلب ديما على النصيحه باش ننصح. ماشي انا ناصح او انا دوك واعظ لا، تنخصني نعطيني النصيحه، وباقي محتاج النصيحه، ولكن داكشي اللي عندي تنعطيه، تجارب اللي شفت واللي دوزت واللي تنشوف الان، تناخذ منها ما يفيد وتنعطيه لكم. نتوكلوا على الله في الحلقه ديال اليوم. حنا كيما قلت لكم واحد المره، لما تندير واحد الحلقه ما تنغيرش الجوهر ديال ما تنغيروش، ولكن تنغيروا الاسماء ونغيروا الاماكن لابد، باش ما نمسوا حتى شي واحد. ربما باش شي واحد يقول هذا عليا ولا ماشي عليا، اقاص بيا، لا رخاص على فلانه، او هذه الجريمه ديال فلان ساكنه حدانا. انا تنبدل شويه المحور ديال الاسماء والاماكن بعد الحويجات، وتنزيد بعد الحويجات، ولكن الجوهر ديال الجريمه تنخليه هو كيفاش وقعت الجريمه، تنخليها هي، ونتوكلوا على الله. واحد الشاب ما مجوش شيء، ولكن لاباس عليه، هو بيزنس مان، اي ماشي بزنس، لا بيزنس مان، هو رجل تيتعاطى التجاره، تيجيب سلع من برا من الخارج، تيروجها هنا في المغرب، فيها السلعه ديالو، سلعه تيصيفطها لبرا وسلعه تيجيبها، وبيخلع عليه ولاباس عليه. مبلي بالنشاط، وهذا الشيء عادي بالنسبه ليه، هو كازوفري، تيعرفوه الناس بزاف، عنده المعارف بزاف. شي تيقول لا كان مجوج وطلق، شي تيقول لا راه مع واحد السيده غيتزوج بها، شي تيقول لا هو مجوج شيء، حول الحاله المدنيه ديالو، حول الحاله ديال الزواج ديالو او العزوبيه ديالو، ما كانش حاجه متقونه، شي حاجه ثابته، ولكن ما كانش عنده المراه. اذا كان مطلق الله اعلم، اذا كان جوج وطلق او خطب وعاوتاني انفصل او كذا الله اعلم، ولكن كان هو عزري كما تنقول، كان عزري ديال راسه، كان عنده دويره ساكن فيهم ودويره سكاريهم، كان عنده واحد لابارتمون ساكن فيها في الشمال، وعايش فيها اغلبيه الوقت يكون فيها، وتيبغي ديك لابارتمون ديالو، هي اللي تيبغيها بزاف. كان ما تيقليش غلاتو، تيدور تيبيع ويشري ويمشي هنا ويمشي هنا ويمشي قصار ويمشي كذا، تيرجع ديك لابارتمون فيها راحتو. كان عنده واحد الشاب، داك الشاب ما خدام شيء، ولكن داك الشاب تيجي عنده تما، تيجي تسخر، سير جيب لي هادي، حيد هادي، قاد هادي، صوب هادي، مع انه تيجي عنده بعض المرات، تجي شي مرة تجمع ليه الدار. ولكن هذاك الشاب بالضبط، كان واحد الشاب ما خدامش، تيجي تيسخر ليه، قدي لي سخيراتي،
جيب لي حويجات قيد لي صريبه كما تنقولوا، تتردد عليه لما تعرفوا كاين، لانه هو كان ما تيكونش ديما ديك الدار، تسافر بزاف في المغرب وخارج المغرب، ولكن داك الشاب رد البال معاه من تيدخل تيجي عنده. واحد النهار داك الشاب جا كما العاده، ومن عند داك الشاب اش تيدير، تيسلم على واحد العساس ديال العماره وتيقول ليه فلان واجه. العساس ديال العماره ديما حسب التصريح ديال داك الشاب ديما تيقول لي بلاتي نشوف، فين تيشوف تيشوف في الكراج، الا شاف طومبيتو كاينه راه كاين، تيقول ليه راه كاين، الاخر تيطلع عنده. وكما العاده واحد النهار جا عنده عند العساس، قال لي واش فلان جا؟ قال لي اودي بلاتي نشوف، كما قلت لكم طل شاف الطومبيل كاينه، قال لي راه كاين، ولكن ما عرفتش فوقاش جا، واش البارحه ولا البارح. طلع هذاك الشاب تيدق وتيصوني تيدق وتيصوني ما تيجاوبوش، تيعيط في البورتابل ما تيجاوبوش. مشى في حالته داك الشاب، قال ربما خرجت سخر هنا ولا هنا. لا غدا جا، جا في الصباح وجا في العشيه نفس القضيه. هنا هذاك الاساس يعرف داك الشاب وتعرف علاقته بالسيد اللي هضرنا عليه من الدار. هذاك الشاب قال الاساس اودي نشوف السيد ياك ما مسكين مريض ولا ميت ولا الله اعلم، خصنا نشوفوه. وقال لي اش غندير؟ قال لي الاساس انت راك صاحبه شوف كيفاش غتشوفه. قال له تبري على واحد السلم، طلع من هنايا ونطلع لواحد البالكون، داك البالكون غندوز البالكون ديالو وغادي ندخل، راه ندخل من البالكون. الاساس قال لي واش غنك هذاك؟ شوف الى لقيتيه انت، راه السلم راه هو، شوف طلع طلع قلب عليه. طلع هذاك هذاك الشاب سميناه شاب، طلع ودخل من البالكون وحل واحد الشرجم ودخل منه ودخل تلقى السيد ميت. السيد ميت حدا واحد الطابله طيح وميت، خرج وعلم البوليس. جاو البوليس بعد ما قاموا بالتدابير اللي خصها الدار، تدابير مسطريه لما تعلموا وكيل الملك وكيل ما تعطي امر فتح محل، جاو فتحوا المحل باستعانه برجال المطافئ. علاش تنقول هذه الكلمات؟ دائما ضباط السلطه القضائيه الحاجه اللي غتهرس واللي غتفتح قلت تطلب واحد القوه باش تحل رجال المطافئ، يجيو رجال المطافئ لعين مكان وقول البامبي حل اخويا حلينا هذا الباب بكتاب. هنا لما البامبي تيجي تناخذوا الاسم ديال شكون هو رجل المطافئ اللي جا، بومبيروس كما تيقولوا في الشمال، شكون هو هذا الاطفاء اللي جا؟ ماشي غا عيطوا للبامبي يجي يفتحوا، زيد الشاف زيد لاباس كاين انتم بخير، حل اخويا حل هذا الباب. لا، شكون اللي جا؟ السيارة اللي جاو فيها ديال رجال المطافئ، الرقم ديالها قدا وقدا، رجال المطافئ فلان برفقة فلان، تنقول لهم حلوا هذا الباب وتيحلوه، تيحلوا الباب. المهمة ديالهم تتوقف في حلال الباب، رجال المطافئ عندهم حلال الباب، حل الباب باش ما يكونش شي غاز يتفركع ولا شي حاجة وما تعرفوا ديك الخدمة عليك ولا تكون شي حاجة اللي فيها خطورة، تيحلوا الباب غير تيحل الباب طرف تيك حز اللور، وتنديرهم في المسطرة. نقوم باشعار رجال المطافي انتقل الى الحي كذا كذا او العنوان كذا كذا، تيجيو عندنا على بن السياره كذا مساقه من طرف فلان وبرفقته فلان، رقم السياره قدا وقدا، تيدخلوا هاد الناس اللي هو فلان وفلان بالاسماء والهويه ديالهم كامله والرقم ديالهم المهني، وتنقول لي افتح لنا خويا هاد الباب، تيفتحوا تيك حظ اللور. الى عندنا شي باب لداخل اخر تتاكدوا بانه خاصهم يكملوا واحد العامات، تنقول مزيدوا ما عندهمش يكملوا شي في حالتهم. هذه تنفكر فيها مفتشين وضباط الشرطه القضائيه اللي هما باقيين جداد، اما القدام راه تيعرفوا هذا الشيء. هذا واش تيتعلم في معهد الشرطه، ماشي انا نعلمو ولا تيتعلم، هذا غير تذكير لا الجدرمي ولا البوليس. راه رجل الاطفاء تيجي يخدم معك واحد الخدمه راه داخل في المسطره، دخلوا في المسطره لانه قد يجي الشهاده قدام قضيه التحقيق او قدام وكيل الملك في شي حالات، يجي يقول لك عيطوا لرجل المطافئ من جيتو اش لقيتو. هذه باش ديرها في راسكم. حنا واحد المره ولينا في مساءله، قلنا جابوا المطافئ داروا قال لك شكون هما هاد المطافئ؟ شكون هما رجال المطافئ؟ قلنا ما هادو ديال هنا، قال لك ما تقولش ديال هنا، ولي سميتو هويتو وكذا وصير فجاه. الله يطول عمر واحد النائب اللي سخسخني لما قال لي رجال المطافئ كثير هادو ديال هاد المدينه، هو يسخسخني كيفاش ديال هاد المدينه؟ قال لي شحال واحد هما؟ قلت ليه جوج. شكون هما؟ جوج شكون رجال المطافئ؟ شنو شافوا؟ شنو؟
سخني ولكن عطاني درس ما ننساش، الله يطول عمره راه باقي بحياه. جاو رجال المطافي افتحوا الباب دخلوا لقوا السيد ميت. اثناء المعاينه اشنو بان؟ بين بان ذاك السيد المعاينه دقيقه ديال رجال الشرطه اللي جاو لعين المكان تيبان بان ذاك السيد كان في المرحاض، وهو جاي من المرحاض طاحت ليه واحد الصنداره كان لابسها في رجليه بونطوفه لابسها وحده طاحت ليه في الكولوار ديال ما بين المرحاض وبلاصه فين جالس داك البلاصه فين كاين الفوتوي فين جالس ديال الطويبله ديال داك الباو او داك او ديك الصاله فين جالس، والصنداره بقات في رجليه. تيبان بان داك السيد رد تقيه رد رزقكم الله رد في المرحاض ورد في الكولوار وجا طاح. البوليس شافوا داكشي تيشوفوا البوليس بانه الدار شي شويه مقلبه بعد المجوره محلولين، ولكن ماشي بديك الطريقه ديال الصفاره دوك الصفاره تيدخل تيبقى يقلب يصوت تيبقى يشد الحوايج يرمي 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 الحوايج خصو يوصل للدوله يوصل الفلوس تيبقى يرمي يطيح الحوايج ديال الماريو. لا هذا اللي كان دخل او كان مع شي حد كان مع شي حد هذا حل شي مجوره وجبد شي تريكو داكشي وكان تيردهم غير ما تيردهمش مستفين، وبعض المجوره ما سدهمش مزيان والماريو ما شدوش مزيان وقلب شي حوايج اي كان هناك شي حد تيقلب على شي حاجه ولكن تيقلب بطريقه مطوره. فوق الطابله كاين واحد القرعه ديال الخمر ديال الويسكي كاين واحد الكاس وكاين بعض الاواني اللي تابعه اللي هذه فيها قطيعه وهذه فيها كذا وهذه فيها كذا ولكن كاس واحد وداك الشيء تيبين بانه كان واحد كان هو بوحده ما كانش شي علامه لقاوها البوليس بانه كان شي واحد ثاني. الطابله وما قالت كما تنقولوا حنا البوليس لان في المعاين ديال البوليس الطابله تتهضر تتقول كلامها والكرسي تيهضر والكاس تيهضر وكلشي تيهضر. هادو خصنا ناخذهم بالاعتبار ان تنسولهم لما تنقول لقينا جوج كيسان وواحد كاس فيه واحد البصمه الكاس هو اللي هضر معنا هو اللي قال البصمه ها هي كاينه واحد البصمه ديال فلان هو اللي قالها لينا. لما تنشوفوا الطابله فيها اربعه الكيسان الطابله قالت لنا راه كانوا هنا جالسين اربعه الكيسان وكانوا اربعه كلاسه وكان هنا قلت لك باش تنقولوا بان في المعاينه ديال الشرطه ملي تدخل المعاينه راهم اسئله تيحطوها ماشي تيحطوها تيقولوا اوه الطابله شكون اللي كان جالس. لا لا ماشي هذا الغباء هما تيشوفوا لكن بحال المعلومات تتعطيها لهم المكان مكان مسرح الجريمه المسرح الجريمه هما اللي تيهضر معاك مسرح الجريمه. لما تنشوف مجوره محلولين تنقول كان تيقلب مجوره قالوا لي راه شي واحد حل حنا وكان تيقلب. لما تنشوفوا جاج مهرس بغى راه فرع الباب راه هذوك الشيء اللي تنشوفوا راه بحال الكلام تناخذوه وتنستغلوه في المعاينه ديالنا. هنا تبين بان السيد كان بوحده ولكن واش هو اللي كان تيقلب دوك الحوايج قبل ما يبدا يشرب ولكن الحوايجو هادو غير ردهم بواحد النظام كاين ما كانوش شويه منظمين كانوا حتى بعض الحوايج تقلبوا في الارض وبقاو في الارض. هذا ساك صغير بقى في الارض محلول هو كان عليه ردو اذا لا يستبعد انه كان مع شي حد. البوليس قالوا لا يستبعد انه كان مع شي حد ولكن اسباب الوفاه ما بيناش ما مضروبش بشي حديده ولا مضروب شي موس ولا مقشوش لا ولكن رد. إذا مرت شي حاجة ضراتو إذا اللي ضراتو شي حاجة ربما ضراتو الماكلة اللي فوق الطابلة ولا ضرو الشراب شرب فيه شي حاجة مسمومة. البوليس خداو ديك الماكلة جمعوها داوها الناس ديال مسرح الجريمة هزو ديك الماكلة وهزو ديك القرعة داوها باش هادشي يتقلب وهزو السيد وداو المسرحة داو المستودع الأموات وداو داك الولد هو والعساس يبحثوا معاهم. بحثوا مع داك العساس تيقول اسيدي هاد السيد راه ساكن هنايا وبخير وراجل معقول تيجيو عنده بعض الناس مره مره وهذا وهذا ما كاينش حتى شي مشكل وهاد الولد هذا تيجي عنده ديما تيتسخر ليه وراه من جا داك الولد ما لقينا شيء وعاودت لكم كيما عاود ليهم ما بقاوش نكرروا كيما عاود ليهم ولا الولد جا هو قال اسيدي انا تنسخر ليه وتيدور معايا وتيتهلا فيا مده هادي ما لقيتو شيء عارف عندك البالكونه تيدخل عنده وقلت له عساس عطيني شي سلوم طلع نشوف طلعت شفت لقيتو ميت. البرنامج ديالك فيك انت البارحه وفين مشيتي وفين جيتي بحثوا معاه مشاو مع داك الدري لدارهم قلبوا دارهم قلبوا دار العساس لابد لانه لا يستبعد شي حاجه مخبيه عند العساس ديال السيد او لا سرقوا شي حاجه وحطها لابد داك الدري هز شي حاجه داها مشاو قلبوا دار هذا ما كاينش حاجه اللي مشكوك فيها
لحد الساعة. السيد دارت ليه لوتوبسي، مشى لمستشفى الأموال دار لوتوبسي، تبين بأنه مقتول بالسم، مقتول بالسم، ولكن القرعة تشرب ما فيهاش السم. بعد ما مشات الخبرة تبين بأن ما فيهاش السم، الماكلة اللي محطوطة ما مسموماش. إذن هذا منين جا السم؟ شكون اللي وكلوا السم؟ شكون اللي عطاه السم؟ هنا بانت واحد القضية أخرى، أن الكاس اللي كان تيشرب فيه هو، الكاس اللي كان تيشرب فيه هو، كان شرب منه، شرب منه وبقى فيه واحد 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 شوية ديال الخمر، تما استغلال داك الكاس داه وقلبوا داك الكاس، تلقاو داك الكاس فيه آثار السم. الكاس اللي كان تيشرب منه هو واللي هو بوحدو، داك الكاس كاين فوق الطابلة ديال الشراب، كاس واحد، كاين كيس آخرين فيهم شي حاجة، ولكن داك الكاس اللي فيه الشراب آثار السم فيه، نفس السم اللي تلقى في السيد. واش داك السيد انتحر؟ شرب السم مع الشراب وانتحر؟ وعادنا التيرد بحال الندم، ولكن داك السم غلب عليه؟ إلا انتحر خلا شي ورقة مكتوبة، خلا شي حاجة؟ واش كاين شي مشاكل معروفة عليه اللي جلات وانتحر؟ البوليس بحلو بحثو في جميع هادشي هذا، شافوا مع عائلته، تعرفوا على عائلته، مشاو عند عائلته، عائلته تقول لنا عادي، ولا ما عنده حتى شي مشكل، ما عنده عدو، ما عنده امراه ضده، ما عنده حتى شي واحد. شكون هذا؟ هي هذاك الكاس اللي فيه، صافي دير القرعه ما فيهاش، الكاس فيه داك الشويه، اذا دار في الكاس. هنا وتنغوت وتنقولها وتنقولها وتنقولها، ورا الاساتذه في معهد الشرطه وفي المدرسه ديال الدرك الملكي راه تيقولوا هذا الشيء هذا، راه في المعاينه حتى حاجه، حتى حاجه ما تخفى عليكم، وحتى حاجه ما تخليوها ما تقلبوهاش، لانه مثلا كاس بحال هكا، سمحوا لي هذا ماشي كاس ولكن غادي نبين لكم هذا ميكرو ولا ما، كاس بحال هذا بقى فيه شويه ديال القهوه، بقى فيه شويه تستغلك القهوه، ماشي هذا كاس. شوف هذا الكاس واش فيه شي بصمه؟ تيقلب لا ما فيهش بصمه، صافي حطو. لا، شنو فيه الداخل؟ شنو الماده اللي تشرب فيها؟ شنو ديك الماده تتقلب شويه؟ راه غير شويه تتقلب تتعطي، ماشي نقلبوا على البصمه، نقلبوا حتى شنو كان فيها الداخل داك الكاس، شنو تشرب فيه، الماده اللي تشربت فيه، لا شربوا فيه كوكا، ها هي كوكا، تقلب. ها هو دابا الكاس، كل ما تقلبش ديك شويه اللي بقى في الكاس، القرعه بريئه، القرعه تقول بانها ما فيها السم. اذا هما قلبوا غير القرعه، يبقى القرعه ما مسموماش، حيد عندنا هادشي. لا، الكاس فيه شي بصمه، البصمه ديالو هو حيد. لا لا لا، ها هو شويه عطانا بان السيد مقتول بالسم. البحث او تعميق البحث، البحث راه بداو فيه، يعمقوا البحث دابا، ضربوا مع العائله، ضربوا مع الاصدقاء، في كلبه ما في كلبه، شكون اللي شافوا ما كان اللي شافوا، واش تطلب واحد المجهود جبار ديال رجال الشرطه. راه انا قلت لكم هذا الشيء على عجاله، هذا الشيء عجاله، جا تطلب خمس ايام ست ايام والليل، وفيك انت واش درتو باش الواحد يوصل للجريمه. الجريمه ماشي سهله، واما تلقى المجرم بحال التلبس تما وتقول اللهم تهنينا، اما تلقى شي واحد تضرب عليه شهر شهرين خمس ايام ست ايام وتوحل معاه. على اين بدا واحد رئيس فرقه جنائيه تعاود البحث من الاول، لما دار في جنب البحث دار 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 ما لقى والو، رجع البحث من الاول، رجع لذاك الولد ورجع لذاك العساس، بحث مع الولد من جديد وبحث مع العساس من جديد، ولكن العساس باش الواحد إذا جا واحد تبحث معاه النهار الأول راه تيكون مدهشر وخايف وسمع الموت ويقول يسميوها فيا، راه مزيان تخلي تيبرد واحد نهار ولا يومين عاد تسير عنده وبين لي بأنك أنت راك ما داخلش في هذه الجريمة، أنت غير عطينا معلومات، غير فكر شوية أشنو وقع، غير بشوية عليك. أما إلا جتي واحد غتشهدو كشاهد باش تاخذ منه معلومات تبقى تنهرزو، راه ما غادي من والو، غادي يخرقك. ماشي بحال كما تنجيب عساس بقى نقول هادو يا العساس وي هضر معنا، هضر معنا صاحبي، أنت فيك أنت وانت ربعة تستزفت ما دخل حد، ويقول لك الله اعلم، واش ما الله اعلم، انتم ديما الله اعلم، لا ما ديرش هذه الهضره هذه، ما تكونش هذه الهضره هذه، راه الشاهد. والشاهد وتنقول ديما الشاهد، خص الناس ديال الضابط القضاء يحترموا الشاهد، احترموا باش يعطيك بزاف ديال الحوايج، احترموا الشاهد واحترموا السيد اللي يجيب لك شي اخبار. والشاهد اللي محتاج به انت الخدمه ديالك، بحال شي واحد دار شي اكسيدون ولا ضرب شي واحد في الزنقه وشتي شي مواطن قال لك اسيدي انا شاهد، وتقول لي يلاه معنا سير به يمشي بحاله،
ماشي تجيبوا اناشاد ويوا تسنى شويه الشريف. والله يرحمك انا غندير لكم الهضره بشي بحالك توك اخرين مسعود الله يرحم والديكم. وانت راه باغي شهاده تفيدك انت تعود في المسطره وانت تخليه واقف تما جالس توك مشينا نشهدوا ندمنا كاع في الكوميساريه خلونا جالسين تما سبعه السوايع. لا انا تنقول الشرطه الشاهد احترموه والشاهد اعطوه اعطوه قيمه والشاهد سربيوه يمشي بحاله. جا واحد قال لك انا شاهد مرحبا بك تفضل سي انت الاول طقطق سي الله يعاونك. هنا داك الضابط اللي قال لكم انا كان فنان وكان معلم وبقات يسول داك الحساب شويه بشويه قال لي شكون اللي تتعرفوا انت تجي عنده ديما؟ قال لي كانت واحد البنت تجي عنده ديما امراه تجي عنده ديما تجيب واحد الطوموبيل وراها هي اللي شتها كان قبل ما يجي الدري داك الدري جا حتى العشيه الولد الشاب جا حتى العشيه سول عليه هي كان جات في الصباح لعندو وقالت لي واش كاين؟ قلت لها شوفي يا بنتي الا كان الطوموبيل تما شافتها قالت لي ايه راه كانت الطوموبيل ودخلت هي الطوموبيل تاع الكراج من الفتاه دخلها وطلعتها قال لي الطوموبيل تاعها كي دايره؟ قال لي واحد الطوموبيل حمراء شمن النوع؟ قال لي نعلم الله ودي انا كبير انا ما عرفتش هذاك النوع ديال الطوموبيلات الناس كبار ما تعرفوش سمية الطوموبيلات. قال لي ما تحاولش تعطينا الرقم ديالها؟ قال لي لا ولكن راه كاينه الكاميرا الكاميرا ديال الكراج كاينه وكاين الكاميرا اللي في الدرب. ها علاش تنهضروا على الكاميرات؟ علاش الكاميرا تسموا له الزاميين؟ خص شي قانون يخرج يقول الكاميرا الزاميه. خرج كما الناس ديال برا داروا الكاميرات الزاميه. المجالس البلديه خصها تعرف بانها ملزمه كي دارت الضوء للناس، الضوء في الشوارع ديال الكاميرات في الشوارع. العالم اللي جاي دابا موقوف على الكاميرات. اليوم في الامارات نعطينا مثل بالامارات باش ما نبقاش كنقول حنا ديما ميريكان والخارج وكذا وكذا. الامارات البوليس قليل في الشارع خدامين بالكاميرات الكاميرات كما شي شتو بالكاميرات راه منفعو البلاد. اليوم في المغرب حنا بدينا الحمد لله في المغرب حتى حنا هذا المشروع ديال الكاميرات ولا عندنا كثير الحمد لله وخدامين ولاو ابناك ومكاتب الصرف وداك الشيء ملزمين باش يديروها. وهنا تنقول ضابط الشرطه القضائيه الا مشيتي لابونك وقع فيه شي حاجه سيرتو الابناك فيها فلوس الناس وقعت شي حاجه وقع شي سرقه طلب المدير لابونك ولا عطينا الكاميرا شنو فيها؟ اذا قالك ما خداماش ولا راه كانت خاسره ما صوبناهاش المسيد وكيل الملك باش تقدموا باهمال. قدموا اهمال. شحال يقول الكاميرا ما كانتش خدامه والله اعلم كل صباح يقلبها واش خدامه. حتى سمي يقول لك والله اعلم حنا مره تخدم مره لا راه بنك هادي سي. اذا كان واحد داير حانوتو وما خدمهاش نقدروا نغمضوا عينينا. اما في ابناك وفي الاماكن ديال يا ربي وفي المؤسسات العموميه خاص تكون كاميرا ومسؤول عليها المدير او الرئيس ديال ديك المؤسسه مسؤول على الكاميرا واش خدام ما خدامهاش. اذا كانت خدمه ما خدامهاش علم السيد وكيل الملك ان الكاميرا لقينا ما خدامهاش ما فيها حتى حاجه وهي كاينه وموجوده ومحطوطه. الكاميرا خاصها تكون. شوف الكاميرا رجعوا للحديث ديالنا كما عرفتوني انا راه كما تنقول لكم انا جالس معكم وتنهضر معكم ماشي تنخطب عليكم. رجعوا الكاميرات رجعوا الكاميرا تتبان لهم ديك الطوموبيل داخله الاحساس حاضر تقول هي هذيك هي الطوموبيل اللي جبتها السيده تتبان لهم السيده دايزه طوموبيل دوبل في بقى جديده سهله على البوليس باش وصلوا شكون هي السيده مولات ديك الطوموبيل ديك الطوموبيل في اسم ثمن ومشاو عند المدينه ديالها اللي ما كانتش ديك المدينه اللي مات فيها السيد. مشاو عند المدينه ديالها وصلوا العنوان ديالها القاوها دقوا عليها خرجت عندهم امراه متزوجه. السلام عليكم السلام بخير لاباس الطوموبيل ديالك؟ قالت لي الطوموبيل ديال سيدي ها هي وراتها لهم ها هي سيدي في الكراج هي الطوموبيل. قالت مشي معنا للشرطه القضائيه بغيناك الله يكثر خيرك. قالت مشي يا سيدي. مشات الشرطه القضائيه قالت لي مولدي انا باش نقول لكم واحد القضيه ما خصنيش نتعطل عندي راجلي انا انديكابي عنده افياس مقطع لي عرق في الراس وما تيهضر ما تيتكلم باراليزي دخلوا تشوفوا الله يكثر خيركم. مولدي دخلوا معاه شافوا الراس الراجل جالس على كرسي قال اه ماشي على كرسي عفوا انا اللي جالس على كرسي. الراجل داير هكا على واحد فراس مسكين ما تيتكلمش هاي تارمش راجل كبير يلا تيحرك راسه ما تيهضر ما تيتكلم هذا راجلك هذا راجل يا سيدي. تيقول واحد الضابط
حنا صحابه باها او جدها، ولكن هو رجلها. الصحام تدخل الواحد والمرض من تيشد الواحد وتيحكم الواحد، راه تيردوا الى كان شاب ديال 30 تيبان لك بحال راجل ديال 70 ولا ديال 80. الانسان تيضعف مع المرض، مع الجوع تيضعف، تيصغار، ماشي تيصغار في العمر، تي الجسد ديالو تيصغار كما بان لك السيد تيصحاب وجدها ولا باها. هو قال راجلي، قال لها بون هاد السيد غتمشي معنا وبناتك هما في الدار يقابلوه حتى تجي الدواء. قال لها واحد السيد في طنجه مشيتي عنده الوقت فلان فلاني، وهاش كاين هاش كاين هاش كاين هاش كاين هاش كاين، ودخلتي عنده في الطريق فلان فلاني، وداك السيد لقيناه ميت، وانت اللي دخلتي للخرا عنده، اخر واحد دخل عنده هي انت، دخلتي بطوموبيلتك ما علاقتك به. قالت لهم سيدي انا تنبيع وتنشري، عندي السياره ديالي تنبيع وتنشري، تنتقدم للدار البيضاء، تنتقدم لفاس، هو بيع وشرى تيجيب داكشي ديال العيادات والمواكان والمكياج اللي غاليين وداكشي اللي غالي، وتمشي عنده وتيجيبوا الشمال وتمشي تاخذ من عنده. ومشيت ديك النهار عنده فعلا، دخلت عنده لقيته جالس وكان بوحدو، وقال لي راه ما جبت سلعه وجيت في حالتي. هي علاقتك به، هذه علاقتك به. هاد السلعه متى تجيبيها انت تبيعيها، هاد السلعه قلتي غاليه تيجيبوا الماكن غاليين وسلعه غاليه، لما تبيعوها لما تبيعيها انت تبيع الصالونات، عطينا شي جوج صالونات ولا ثلاثه تتبيع لهم هاد السلعه باش نعرفوا النوع ديال السلعه اللي تتبيع لهم. قالت لهم واخا، اداتهم عند واحد صاحبتها عندها الصالون، دخلوا عند الصالون، السلام عليكم السلام بوليس على لا البوليس. قبل ما يهضروا قبل ما يتكلموا لاحظ واحد البوليسي بان هذيك السيده اللي جابوها عند مولات الصالون دارت شي حركات بعينيها في مولات الصالون بحال تتغمزها ولا تدير لها هكا، تتغمزها ولا تدير لها هكا، ويقول لها علاش تتغمزيها؟ قالت لي لا والو ما غمزتهاش. قال لها سكتي راك حسيت هذا اللور، عيط لمولات الصالون قول لها جي لا جي. قال سنت ليا هاد السيده جبناها عندك على واحد القضيه تنبحثوا فيها، قضيه ديال روح روح روح، واحد لقيناه ميت مقتول، وهاد السيده تنسولوها، وهاد السيده قالت لك جابك السلعه وتجيب لك السلعه وهذا وهذا. الاخرى سمعت روح وهي تقول لها شوف الله يرحم باك انت صاحبتي ما تغمزيني ما نغمزك، اي باش الساعه تجيبي لي اختي فين عاود تجي لي شي سلعه انايا؟ اش من الساعه تتبيعي انت؟ تتبيعي شي سلعه انت؟ عندك شي سلعه تتبيعيها؟ عمرك تجي لي شي سلعه؟ وهي تقلب عليها. قول لها مولات الصالون يلاه تمشي معنا الله يعطيك الصحه تقول لي هاد الهضره في الكوميساريه، ما خصش واحد يتقلق لك بحال هادشي. لما تقول لك يلاه معنا يلاه معنا، انا المحضر ديالك تيولي تا هو عنده واحد عنده واحد وزن بالنسبه للمسطره. داو السيده داو المحضر تقول لي هاد السيده ما بينيش وبينها، وهاد السيده فعلا لما دخلت يلاه دخلت الصالون ثم معاها تتغمزني تتغمزني، اي بغاتني نقول لك شي اللي بغات هي وانا ما نقولوش، منك سمعت انا قضيه فيها روح ولا بغير روح انا ما نكذبش. هاد السيده عارفه انايا جالسه هنايا عندها طوموبيل تتمشي وتجي، بعت واحد الطوموبيل ديال راجلها وشرات الطوموبيل ديال الدوبل في شراتها بغيت تحنق زيو بناتها، هادشي طارف عليها. ولا عندها واحد صاحبتها راه معاها النهار كل واحد صاحبتها معاها سميتها فلانه فلان سيروا عندها. دات السيده المحضر ديالها مشات في حالتها، ولكن عرفوا شكون صاحبتها اللي قالت لهم صاحبتها والرفيقه ديالها وتتكون معاها وتتمشي معاها وتتجي معاها. قالوا لا ورينا صاحبتك. قالت لهم ما بقيتش نهضر معاها خاصمه معاها، قالت لهم وريها لينا فين ساكنه. شدوا فيها تورات من صاحبتها جابوا صاحبتها، دخلوا صاحبتها باش يعرفوا حياتها هذيك شكون هي حياتها واش تدير من عند صاحبتها، لان هي غتبقى تجاوب ربما ما تقولش الصح، ولكن دازوا البحث من هذا الجهه، وهذا بحث او تعميق البحث جميل وديال الفن. صاحبتها جات قالت لهم انا ما بقيتش نهضر معاها بشحال هادي برومييرمون، وهاد السيده هادي هي كان عندها الطوموبيل ديال راجلها وبعد الطوموبيل ديال راجلها شرات هاد الطوموبيل هادي. قال لها فاش تتبيع وتشري؟ قالت لها فين تتبيع ما تتشري، ما عندها لا بيع لا شراء لا هادي لا هاديك. تمشي معاها كنت تمشي معاها تمشي معاها وتنخرج معاها وتنجي معاها ولكن وقع بيناتنا مشاكل وهضرت عليها. عمرك مشيت معاها الشمال عند واحد السيد؟ ها هي التصويره ديالو عرفتيه؟ ايه مشيت معاها عنده. شمن علاقه عندها معاه؟ صاحبته هي شحال هي مصاحبه معاه مصاحبه معاه مصاحبه معاه وتمشي عنده. ارجو السيده
هذا علاقتك به تنخد ما عنده السلعة واش من سلعة فين تدي السلعة ما كيش هذا صاحبك وتمشي عنده مش عارف ما تمشي معك صاحبتك هي اللي جالسة في هذا البيرو عيطوا على هذيك اجي ادخلي جلسي قولي لها قلت لها مالك ماشي صاحبته شحال وين صاحب معك يلا شكون اللي عاونك على الطوموبيل اللي شريتي قالت له خلينا ما تخافيش الله يرحم باك انا ما ندخلش في هذا الشيء الله يرحم والديك انا ما سمعت من الدراري دابا قالوا روح اختي انا بعد راسي تسيت تقتل دبر راسك انت وياه الاخرى ما لقات ما تقول صاحبته ستوب وقفوا ارجعوا دابا للهضره ما علاقتها به كيفاش قتلته وعلاش قتلته هاد السيده دابا عندي حق نقول هاد 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 هاد, هاد المتهمه قبل ما نقول هاد المجرمه حتى الاخر هاد المتهمه اللي هي الان في الشرطه لما جبدوا عليها هاد القرائن ما لقات ما تكذب وهي تقول كل شيء اشنو قالت ماشي اشنو قالت شنو البحث عطا ديال البوليس بالهضره ديالها بهضره الشهود بالهضره ديال بناتها اشنو وقع هاد السيده كانت موميس مطلقه كانت زوجات وطلقات وهي حسناء جميله وهاد الجمال ديالها بقات بيه تتكسب العيش ديالها في واحد الوقت كري وهي باقا صغيره تتمشي مع هذا مع هذا مع هذا ولا تمشي لي بار ولا تخدمها في دي بار بحال اونترينوز تعرفوا اونترينوز قلتي يجيبوا الراجل تيصيدوه وتيدخلوا للبار كاين شي واحدين تنضربوا في الزنقه شي بنات اذا طاف مع شي واحد تجيبوه وتجيبوه للبار تدبر منه وتدبر من البار تيخدم تيقولوا تخدم لي كوب شنو هي تخدم لي كوب انا تنبين لكم بعض الحوايج باش كلشي تعرفوه تتكون اونترينوس تجيب واحد تدخلوا للبار عندها واحد البار معروفه ديما تجيب لها شي واحد لما تجيب تبقى يشرب داكشي كاع اللي يشربوه ديال الكيسان الكاس الاول الثاني الثالث الكارسون تيعرفوا ومن من بعد تترجع تدوروا معاه حسب الكيسان صبت مع 20 كاس 30 كاس خدم لي كوب كاع الكيسان اللي شربتهم داك السيد شربوه عندها فيهم واحد القسط هذيك كانت تخدم لي كوب وتخدم في لي بار وداكشي وهي تعرفت مع راجلها الرجل اللي قلت لكم في الفراش كان طاح تعرفت معاه رجل كان موظف كبير ولبس عليه وخرج تقاعد وخرج لبس عليه وكان بلي وكان تيمشي للحانات وتيمشي للبار تيمشي للزوطير وتعرف معها تعرف معها وحبها حبها وتزوج بها ما تنقولكش حبها وحباته هذوك البنات تتحبهم ما تيحبوا الفلوس حباته حبها حبها هو ولا تيحبها وتزوج بها وجابها للدار كما تنقولوا كانت جميلة وحسناء كان زوينه ديك المراه هذيك زوينه 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 واعتقى داك الراجل وجابها جابها ولد معها البنت الاولى ولد معها البنت الثانيه ولد معها جوج بنات ولكن مرض قال لي شي مشكل في راسه ومرض ومرض ولا انديكابي اي وقع عليه كما تسمى ابيس تخطى لي عرق في الراس هنا بغيت ندير واحد الخرجه نقولها لكم بزاف الناس ولات تقطع عليهم العرق في الراس تقول تقطع لي عرق في الراس قطع لي عرق في الراس واش تيوقع لهاد الناس هادو الا تقطع لي عرق في هاد الجهه تتموت عليه هاد الجهه تشوف تيديروا الزنقه تيمشي هكا ولا في هاد تقطع لي في هاد الجهه تمشي لي هاد الجهه هادشي طبي ومعروف وكاين اللي تقطع لي في الراس ما يبقاش يقد يهضر يقول لا كاين تقطع لي عرق في الراس تيكون عرق كبير تيقد يموت الا ما عتقوش ثلاثه السوايع يموت وهنا غنقول تيقول تيتشل كامل وهنا كيموت انا نقول لكم واحد القضيه مهمة إذا تقطع عرق تقطع في الراس تقطع على غفلة على غفلة الراجل ما كان مريض ما والو تقطع على عرق في الراس الستريس والتخمام تخمم في هذه وخمم في هذه وخمم بلي قلب الناس المشاكل تتسبب عرق تقطع في الراس هذه مشاكل خارجية أما المشاكل الباطنية ما تعرفهاش أنايا تعرف أنا غير مشاكل خارجية تتسبب تقطع على عرق في الراس كتوقع لي أزمة كتوقع لي صدمة قد تقطع لي الغديد كما تيقولوا تتقطع لي عرق في الراس عرق في الراس راه باين تتشلل ولكن باش نعرفوا واحد جالس معنا وتقطع لي عرق في الراس سولت انا اطباء مات واحد نسيبي الله يرحمه السي محمد مات بعرق بالراس مات بعرق بالراس
وانا ما كنتش حاضر، ما انا كنت عارف ديك اللعبه ولكن ما كنتش حاضر، ما حضرت مع الطن. اولا تيكون جالس معاك تيدير هاتي يد اللي راسو لواحد الشيء كنت يد اللي نسالو وتيبقى يقول هضره ما انت ما فهمتيش توني مالك ما بقات ما بقاش هضره ما تفهمهاش. هزو ديك الساعه ديال السبيطار ديك الساعه لي جيرجونس عنده ثلاثه سوايع خصو يدير فيهم عمليه ثلاثه سوايع. من بعد ثلاثه سوايع تيوقعوا مشاكل، قد يموت قد يتشل، ثلاثه سوايع الا طيح راسو وشفتي نسالوه بطل واحد الجيه وبقات يقول مابقاش يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم لا تقصروا ليه الماء جريو به. هادو هما العلامات ديال لافيس ديال الراس ديال الاضعاف تقطع في الراس. تنقولها للناس انا والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ وليداتنا ويحفظ ولدكم ويحفظ كاع الناس البشريه كامله. هاد المرض هذا تيجي على غفله ولا كثير 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 كثير. العلم لله الاسباب، واش غالو ستريس بوحدو ولا شي حاجه في الماكله والله اعلم ولا تيجي بزاف. على اين هذاك السيد جاتو افيس بقى مسكين جاتو باراليزي تباريزا كل ولادها تيوكلو هما تيشربوه هي وبناتها واحد السيده خدامه عندها تيوكلو تيشربوه اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا ما مات ما خلات الكفن يتباع. تعرفوا هذيك ما مات ما خلات الكفن يتباع شي واحد يبقى عام جبد في الدار تطلع في راسهم تيوكي لطيف ما بغى يموت ما بغى يخلي ذاك الكفن يتباع بحال هذا بقى مسكين مجبد تما في الدار. البنات كبروا بناتها كبروا مع ذاك الراجل كبروا اللي ولدها مع ذاك الراجل كبروا والبنات كانت عندهم حريه ما كانش محافظين ما كانش بنات محافظات كما تيقولوا عندهم حريه بنات ديال خرجوا يدخلوا هذا صحاباتي صحابي انا جايه كذا 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 انا غادي نغلق القهوه نشرب قهوه ونجي انا غادي نباتيسي عند صحاباتي دوك البنات المحلولين ديك التربيه الخلقيه المحلوله التربيه المحلوله ماشي خلقيه التربيه المحلوله كان لان الاب اللي غيزير رشاد الفراش الام راه تاهي خفيفه خصها تحنقز وتجري هنا 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 صحابات وكذا 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 كما تقول تلك صاحبتها في المحضر ديالها قالت كانت خفيفه تتنقز من غادي ما تشوف صحاباتها تيجا الحماق ودارت علاقه مع بناتها وديك العلاقه ما بقاش فيها ذاك الاحترام كما قلت لكم واحد النهار تتولي الام تقول لبنتها صاحبتي سمعتي يا صاحبتي الام تتقول لبنتها صاحبتي ولا البنت تعيط لامها بسميتها بحال الام سميتها زهره بنتها تعيطها وزهره وزهره على امها تقول لها امي. وانا تنقول الشباب والشابات عيط لامك امي عيط لباك با تعيش لباك بسميتو وادريس وعربي عيطي با عيط لامك امي. هاد البنات كانوا معيط مع مصابره صاحبتهم ولا تخرج هي وياهم ولا تيخرجوا ولا تتعرف صاحب تتعرف صاحب بنتها تسلم عليه لاباس بخير باقي ما غاديرنا شي عرس راه قول لنا ما غاديش تخطب ما والو هو تهلا ولا تعرف صاحب صاحب بناتها تتعرفهم تجلس معاهم حسب الحاله الاجتماعيه ديالها اللي دارت في المسطره انها امراه ولات امراه محلوله رجعت للعكر رجعت للزواق رجعت للاموط رجعت للسروال الطبال ما نساش الهزه ديال الكتف اللي ما تذكرش التاريخ تيعاودو مره اخرى واللي تنسى التاريخ تيتعاود عليه مره اخرى. ديما نذكروا التاريخ ديالنا كيفاش كنا باش ما نعاودوش مره اخرى عاوتاني. نسى ذاك التاريخ ديالها الاول ديال اللي بار وكذا وكذا وهي تتعاود من جديد ولات مره تلبس سراول وكذا وتخرج مع بناتها وتخرج بوحدها وهذا وهذا وعرفت الصحاب ديال بناتها حتى انها تعرف شنو واحد خينا وتصاحبت معاه تصاحبت مع ذاك رجل الاعمال اللي نسميه رجل الاعمال المقتول تعرفت معاه ولا تتصبر معاه وعرفت على بناتها ولا تجلس معاه في القوام تيجي وديما معاه هي بالبورتابل والراجل مريض في البيت بغى الماء ايه 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 شوفي اش بغى شوفي اش بغى شنو بغى ما عرفت اش بغى شنو الماء عطيه الماء واش وكلتو هذا ولا لا وعطيه ياكلو عيط هذيك المراه حيدي لي ليكوش حيدي لي ليكوش الله يعطيك الصحه ما حيدتش ليكوش من البارح كبقى ذاك الراجل مسكين مزور في القنت. الاخر هذاك المقتول عرف الدار اش فيها عرف دوك جوج بنات امهم عرف بان بلاد خاليه بلاد خاليه ودار خاليه دخل ديك الدار والجيران تعرفوا ولا تيدخل ويخرج قالت لهم هذا ولد هذا خويا من الوالد
وكان عايش في فرنسا خويا من الوالد، وكان عايش في فرنسا حيت الوالد ديالي كان مجوج جوج عيالات، مجوج امي ومجوج مرأة اخرى، هذا مجوج مرأة اخرى مات الله يرحمها خويا من الوالد. بقاو البنات تيقول لي عمي ماما عمي جا، ماما انا غدا مع عمي، ماما انا كذا كذا. المراه كانت عندها واحد الطونبيل تما ديال الراجل زوينه مخبيه مسكينه قديمه، وخلاها تما في الكراج ديالو واحد النهار غادي ينوض وغادي يشطو يزوم ديك الطونبيل ديالو. باعتها بطريقه قانونيه، مشات وكيل المالي وقالت له ودي هذا الراجل ديالي وها هو الحاله ديالو وها الشواهد الطبيه وبغينا نبيعو السياره وحنا محتاجين وكذا وكذا وكذا. وبعتها بطريقه قانونيه، شدت فلوسها، شدت فلوسها مع ان كان عندها البيرمي، صاكتها شي ايام وبعتها وتتخلص هي براسها رجلها، ان رجلها ما تينوضش مقعد. جاو لعندها شافوا الحاله ديالو تتخلص بلاصتو تمشي تجيب الماندا هو تما مجبد. ومن تعرفش مع هذا قالت لي خصني نشري طوموبيل، هذا كانت زوينه وكانت تيحبها تيحبها تيحبها، هو يشري طوموبيل دوبل في، لان الطوموبيل دوبل في هي الحمراء، شري هذه. بقات يتلاقاو عندها طوموبيل، تخرج مع بنات عندها طوموبيل، تعلم بنات يسوقوا حيت عندها الطوموبيل، لاش غادول الجيران هذه قالت لهم خويا من الوالد بكري، وخا تقول خديت اختي الطوموبيل تعاوني تنجيب السلعه، تنجيب السلعه تندفع الكوافيرات تندفع الصالونات تندفع كذا وتندفع كذا. انا سافرت لكازا باش نجيب السلعه، انا جبت واحد السلعه ديتها لواحد السيد، جبت واحد السيده طلبت لي واحد السلعه، وهي الغياب ديالها ولا الا بغات تمشي عنده للشمال بالسياره ما تقول الو فينك اجي. واحد النهار مشات هي ويا لواحد لوطيل كيما مولفين، تمشي مع اللوطيلات تيدخل دوك اللوطيلات اللي تيعرفو هما اللي هانيه، دخلوا واحد لوطيل وقصروا في داك لوطيل وشرب هو مزيان ونعس، ولكن في الليل هي خرجت في لوطيل، خرجت لوطيل وتلاقات مع شي واحد تما في الكولوار، وداك الواحد بقى تيهضر هو وياها وهي تيشرب كويسات ويدخل معاه لبيتو. واحد من دوك لي فيور ديال لوطيل ديال خدامات لوطيل قشعة تيعرفها، جات مع داك السيد، تعرف داك السيد تيتهلا فيهم، داك السيد زبون ديال راجل مزيان. الصباح عيط عليه قال له جي نهضر معاك، قال لي الباه هذيك خيتي اللي معاك هو ما تيصحابش عنده علاقه بها طويله، قالت ها شي وحده دبر عليها تما، خيتي راه دخلت مع داك خينا البيت ديالو شحال هي ما تما شتا في الليل خارجه بسوته ورجعت عندك، ربما تكون شي حاجه ولا الدنيا والزمان. الاخر هو يدخل لها قال لها البارح في الليل فاش كنت ناعس انا فين مشيتي؟ قالت لي ما مشيت فين؟ قال لي راه كاين الكاميرات وكاين كل شيء هنا، قال فين مشيتي؟ قالت لك السيد تنعرفو، ماشي ما تنعرفوش تنعرفو، وكان هو وصاحبته هنا في الوطيل ومشيت عنده وسلم عليا ودخلت معاهم شويه وجيت. قال لي واخا، خرج الوطيل الشمس مقلب عرف داك السيد كان بوحدو ما كان مع لا صاحبته ولا عمته. الوطيله ديال رديله او غير جاب ديت يضرب فيها، دخلوا مالي اللوطيل حيت يعرفوه كذا، طلبوا منه باش يرصا باش يخرج من تما، وهذا خرج مشى الدار هز الدار هز الطومبيل مشى للدار، مشى للدار هو يتبعث للدار، تبعث للدار هو يحيح الناس. السيد كان تيبغي تخسر فلوس وشري طومبيل، قال له والو تعطيني السواد دابا ديال الطومبيل، تعطيني الطومبيل دابا السواد الوراق، انت كذا وانت كذا، وتيخاصم عليها تيخاصم عليها وسط دارها. وبناتها تيقول لهم هاد امكم راه فيها وفيها وفيها، هاد امكم راه باز، هاد امكم راه كذا. الشيباني مسكين في الدار غير تيدير مسكين ما عرفش شنو بغا يقول، ما عرفتش شنو بغا يقول، شنو بغا يقول. انا تنتخيل داك السيد تما غيدير هاد الشيء، انا تنتخيلو غيدير هاد الشيء، لان هاد السي خرج باش هاد الشيء في المسطره، انا تنتخيل هاد الشيء وكاين هاد الشيء، غيكون مسكين مسمع الغوات والضرب تيدير شنو اللي غيدير، عنده ما يدير صافي. خرج من تما وبقى تيحيح قدام، تيقولوا الكلمه ديال تيحيح قدام الجيران، وهذه راه فاسده، وانا راه ماشي خوها، وانا راه ماشي خوها عباد الله، ما بينيش وبينها انايا، ماشي بينيش وبينها، قالت لي هذاك اللي مرات قالت لي با، وانا صاحب معاها قال لها بغيتي نحيا، هو يخرج للعيب، حي عليها في الزنقه تما، في الاخر الطوموبيل مشى قال لها تجيبي لي ورقيه وتجيبي الطوموبيل، ما تقول لي والو، الطوموبيل تجيبيها، باقا دوبل في تجيبيها، مشى في حياته للشمال، لغدا تبعته، ودخلات. هنا فاش دخلت في الطوموبيل شافها الكاميرا شاف الاساس وطلعت عنده في الصباح، طلعت عنده وجلست الاعتراف ديالها دابا تقول اش مقرا بقات يشرب، قال لها تشربي، قالت لي ما نشربش، بقات يشرب بوحدو، بقات تاكل مخو وتتحلف ليه وهذا، جبد القران حتلقى واحد القران محطوط في الفراش، جبد القران باش تحلف ليه وكذا وكذا وكذا، وبقات هذا تاكل مخو وكذا 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 وكذا.
ومسات في حالها مسات في حالها تقول لي قال لها دابا ما نهضرش معك ما نتكلم معك سيدي تنعيط عليك ما تجيش عندي لا تنعيط عليك صافي انا غنعيط عليك ما تجيش عندي بقيت تقولي عندي هنايا قال له خلي الطوموبيل هنا وخلي السوارت وخلي كل شيء قلت له السوارت السوارت هما الطوموبيل راه هي الوراق فيها قال له خليهم في الكراج وسيري في حالك عطاها باش تركب قال لها سيري في حالك ولكن قبل ما تخرج حسب التصريح ديالها دارت ليه السم في الكاس شنو النوع ديال السم كاين في المسطرة ولكن انا ما نقولو شيء نقولو دارت ليه كذا كذا دارت ليه السم في الكاس ونقولو سميت السم واش من نوع ديال السم وكيفاش حصلت على السم ونوليو حنا في حي سمايس نوليو عاوتاني في وحدين اخرين يديرو هاد الفعل يقولو قالها الخراز دارت ليه السم في الكاس هذاك الكاس هو اللي شرب باش مات مات هي غير عطاتو الكاس وشافتو شربات وسلتات وخرجت طومبيتها ومشات الراجل حسب المعاينه راه ناض رد اشدوا له جهه تقطع فيه ناض رد وبقى جاي وطاح في الكولوار ورد لان كان السم قاتل ورد رد في الكولوار وتما فين خلى ديك الصنداله طيحه ودخل ورد طاح فوق الفراش ماشي فوق الفراش في الارض ديك البلاصه فين كاين الفوتيات وطاح فين لقاو ميت مسموم وقتلته بالسم اعترفت بهذا الشيء كله اعترفت بحرف بحرف نقطة بنقطة بالشهود والبراهين والحجج وهنا اش غادي نقولوا انا نقول مشات الحبس وتحكمت بالاعدام تحكمت مؤبد عطاوها المؤبد عطاوها المؤبد مشات عطاوها المؤبد واخا مزيان شنو استفدنا من هاد القضية دابا شنو استفدنا نسى التاريخ ديالها نسى التاريخ ديالها نسى اش كانت ورجعت كما كانت اللي نسى التاريخ تيعاودو مرة ثانية اللي نسى التاريخ تيعاودو مرة ثانية هذه معروفة وداك الراجل مسكين حط راسو فيها نهار تعرف معها ولا قلت لكم ما كان فين تعرف معها ونهار مرض راه تما مزوط مسكين ذنوبو ربما ذنوبو ذنوبو خرجوا عليها خرجوا عليها وخرجوا على بناتها اللي خرجوا شنو وبقاو مرميين تما مرميين شنو مصيبة كحلة خرجت على دارها خرجت على عائلتها خرجت على ذاك الشاب حتى هو اللي تيحنقت من بار لبار قلب عليها قلب عليها تلقاها كما تيقولوا كان تيدير نقبو هرب نقبو هنا نقبو حصل حصل معاها ولات قاتلاه قتلاتو باش تهنى زعما بكل شيء زعما غيموت تما غيشدوه غيدوه غيدفنوه غيدفنوه الصلاة على النبي ما عرفوش شكون اللي قتلوه الصلاة على النبي تهنى الطومبيل عندي وانا مريحة مع راسي حتى شو جيب الله شي واحد شي ولد الناس شي ولد الناس اخر كنا ربي حصلها الاستاذ قال لي عليه وداك الشاب دار لي عليه والكاميرات قالوا لي داروا لي عليهم وجات طيحه وصحابتها قالوا لي عليهم هذه قالت لي ما ودي اش كاين اش كاين اش كاين ورسلوا قالت لي ما تدخلش فهاد الشهر ما جابت لي شي سلعه الخطه ديالها كانت عندها خطه غادي تقتل ما دارش خطه كامله خطه ناقصه غادي تقتل نسى التاريخ ديالها كما قلنا وهذا هو العنوان اللي غنعطيو الحلقه ديالنا اللي نسى التاريخ يعاودوا مره اخرى اللي نسى التاريخ ديالو يعاودو اللي كان ولد فقير وما عندوش والوقت اللي عطاتو الفلوس ولا تيخسر ويطير وينقز وياده والطوموبيلات ولا تيرجع ليام ولا عاود عند الفقر هادشي عشنا فيه تنشوفوه 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 اللي ما تنساش الايام الاولى ديالو تيعاودها واللي ما نساش التاريخ ديالو تيعاودو نسى التاريخ ديالو وخرجت على كل شيء والسلام عليكم ورحمه الله.